بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي شرع الشرائع وأحكم الأحكام وخص رمضان من بين الشهور بفريضة الصيام، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عنوان درسنا إن شاء الله تعالى: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. أقول وبالله التوفيق، إن رفع الحرج وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف من المقاصد الأساسية للشرع الحكيم. يقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 85: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن القواعد الفقهية التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف قولهم: الأمر إذا ضاق اتسع، وقولهم: المشقة تجلب التيسير. وصيام رمضان فرض عين على كل مكلف عاقل بالغ، إلا أن هناك بعض الأعذار التي قد تطرأ على المكلف فتصرف عنه حكم الوجوب ويباح له الفطر حينئذ، وربما وجب في حقه كما في حالات معينة، وهي ما يعرف بالأعذار المبيحة للفطر. ومنها: أولا، المرض وحصول المشقة الشديدة. فإذا مرض صائم وخاف زيادة المرض بالصوم، أو خاف تأخر البرء من المرض، أو حصلت له مشقة شديدة بالصوم، فإنه يجوز له الفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم، كما إن خاف تعطيل حاسة من حواسه، فإنه يجب عليه حينئذ الفطر، ويحرم عليه الصوم ويقدم أفطاره عند زوال عذره. العذر الثاني المبيح للفطر في رمضان: الفطر بسبب الكبر. فالشيخ الكبير والمرأة العجوز يرخص لهما في الفطر لعدم القدرة على الصيام ولا قضاء عليهما، إذا كان الصيام يشق عليهما مشقة شديدة في جميع فصول السنة. ومثلهما المريض مرضا لا يرجى برؤه ويشق عليه الصوم. العذر الثالث من أعذار الفطر في رمضان: الحمل والرضاعة. اتفق الفقهاء على أنه يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما معا، أو على أنفسهما فقط، أو على ولديهما فقط، وعليهما القضاء. العذر الرابع من أعذار الفطر في رمضان: الفطر بسبب السفر. يباح الفطر للمسافرة أو المسافر بشرط أن يكون السفر مسافة تبيح قصر الصلاة، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسفر المبيح للفطر هو السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة الرباعية، وهو مخير في سفره بين الصوم والفطر، لقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. العذر الخامس من أعذار الفطر في رمضان: الفطر الحائض والنفساء. يباح الفطر في رمضان، بل يجب للحائض والنفساء، وعليهما الصيام وعليهما القضاء. هذه العذر الأخير الذي نذكره في هذا المقام من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان: إرهاق الجوع والعطش. فمن أرهقها الجوع المفرط أو العطش الشديد، فإنها تفطر وتأكل بقدر ما
تدفع به ضرورته ويمسك وتمسك بقية اليوم وتقضي. كانت هذه هي أهم الأعذار المبيحة للفطر شرعها الرؤوف الرحيم لعباده رفعا للحرج والعنة عن العباد ودفعا للضرر والمشقة عنهم. أسأل الله تعالى بها النفع والتوفيق، والله أسأل أن يبلغنا رمضان بالصحة والعافية غير فاقدين ولا مفقودين، وأن يرزقنا صيامه إيمانا واحتسابا، آمين، والحمد لله رب العالمين.